واحرصوا على قلوبكم وعلى ملك الجوارح وهو القلب، ليفتش كل واحد منا عن قلبه فينظر إلى الطاعات والفرائض التي أوجبها الله، فهل هو مقصر في أدائها؟ فإن كان هناك ثمة تقصير فليتوب إلى الله وليبادر إلى فعل الواجبات والفرائض، وإن كان قد اقترف كبائر وذنوب استمر عليها فليتوب إلى الله عز وجل. وهناك بعض الناس تجد أن عنده كبائر يستمر عليها ويعلم أنها كبائر، من ذلك عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والغيبة واللعن والكذب، فلينتبه الإنسان، لأن هذه تجد عند بعض الناس، فتجده خاصة هذا اللسان يتفكى في المجالس بالغيبة وذكر أخاه المسلم بما يكرهه، وهذه هي الغيبة التي جاءت فيها الأحاديث والآيات التي تحذر من الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، وهما الفم والفرج. والفم فيه هذا اللسان، فليحرص الإنسان على لسانه وأن يبتعد عن ما يؤدي إلى الكبائر من غيبة ولعن وكذب وغير ذلك من آفات اللسان. وعلى الإنسان أن يعمر قلبه وأن يلين قلبه، وذلك بأمور: أولا، المحافظة على الفرائض في وقتها، خصوصا الصلوات الخمس، صلاة الفجر في وقتها. ويؤسفك ويحزنك أن ترى بعض الناس خصوصا في هذه الإجازة من أبنائنا هداهم الله يتأخرون عن صلاة الفجر، فنقول لهم احرصوا على أدائها، فإنها من أعظم ما يلين القلوب لعلام الغيوب. المحافظة على الصلوات الخمس في وقتها. يا بلال، أرحنا بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. الثاني، المحافظة على قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن من أعظم ما يلين القلب ويذهب قسوته. الثالث، الاكثار من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أذكار الصباح والمساء وبعد الصلوات وأذكار النوم وغير ذلك من الأذكار. كذلك تذكر الموت، كم تسمعون أن فلانا قد مات بسكتة أو بحادث أو بمرض، فكما تخطاهم فسوف يتخطانا. كم ودعنا من قريب، من أب أو أم أو كلاهما أو صديق أو جار أو حبيب، فأتمنى نستعد لهذا الموت، فإن الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره، فهو من أعظم ما يلين القلوب. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمه كبشة: اجعلي سعدا يغطي صدره بدرع. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، مرحبا بالموت إذا حان الأجل. فهم مستعدون لهذا المصرع الذي سوف نذوقه، كل نفس ذائقة الموت. ومما يلين القلب تذكر الآخرة، تذكر الجنة ونعيمها والنار وسعيرها. كذلك دعاء الله أن يلين قلبك وأن يبعد عنه قساوته. كذلك مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار. كذلك مما يلين القلب طلب العلم الشرعي. العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فنعوذ بالله من القلوب القاسية المظلمة. اللهم لين قلوبنا بطاعتك يا أرحم الراحمين، ونعوذ بالله من قلب لا يخشع من عين لا تدمع. ألا وصلوا وسلموا على رسول البشرية وهذه الإنسانية.